إن شاء الله تعالى مؤتمر كي أيها الناس عدي ما أنتنا قيبتي لبعض بنقلنا إن شاء الله تعالى جزاهم الله خير وحا إن وقرن حاضرة وقوه رئيسة شيخ محمد آذن أو إن وقي من يوكي إن شاء الله تعالى محاضرة ديسة عوان كيدنا وعبر في سيرة إبراهيم عليه السلام فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله تعالى موضوعين ما أنتي هي إبراهيم عليه السلام إيوه إن أنه كقاعدة من الدروس قصدي سي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كما يلك للدوان وإلهي كحسي سنظنا أي حستي كذلك موضوع قيمها أولي هي وحاوي موضوع إلهي سبحانه وتعالى وضدك مؤمنين تا وكب الله بني محمد عليه الصلاة والسلام يؤمدي سبا إن أي راعان من لدى إبراهيم عليه السلام إلهي بان أمري أن له سبحانه وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم بأي إلهي سبحانه وتعالى راع إبراهيم عليه السلام من الذي سراع محايا لإبراهيم كان حنيفا بوأها مدوحوها مارتي إلهي سبحانه وتعالى جنجيرة أو كجنجيرة شركية أولا جنجيرة إلهي سبحانه وتعالى ومقبل على الله سبحانه وتعالى إبراهيم أنت أنا قصدي سجلين عبر كلاجا قادنا يو إلهي سبحانه وتعالى أسماء صفات بوسي إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء ويه وأبها أنبياء إدل ويه بعد نوح عليه السلام، لأن أبو الأول هو نوح عليه السلام، لكن أبو الثاني للأنبياء جميعا تقريبا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو شيخ الأنبياء ويه وأنا أولو العزم أن يكمدها إلهي سبحانه وتعالى سيدة أوت المامي إلهي وحكوت المامي وكسي في إبراهيم إنه يهي إمام إنه يهي قانتا لله سبحانه وتعالى إنه يهي أمة وحو إلهي كوت المامي إنه يهي حنيفا إنه يهي حنيفا إريال كان أردن إلهي وحكوت المامي وكل إنه وذي خليل إلهي سبحانه وتعالى ويهي إنه يهي منيب إنه يهي أواه كل هذه الألفاظ والكلمات أو لو صفينا يا إبراهيم عليه السلام وكلمات أن عبر كأن رمنا إنا كقاضنه إن نموذج كأن رمنا إنا للي كد إذا أن قف كصف فيسا بيت الماميا إريال كاس أو إذل بل مركا أن إريال كاس يردل استاغنه سينو أرقنه قف مؤمنة أو لما يسترن أو إلهي سبحانه وتعالى إسوء إبي قصدي سورة هديئة في رسال وحد أركيسان قصة كل جد توحيد يتوكل إلهي سبحانه وتعالى الصبر إلهي اللي هو صبر سبحانه وتعالى مع سيدنا اللي هو صبره عبقريه يا أقون يا عقلي إلهي سبحانه وتعالى أكم من يستأكم وقتوي إلهي وحليه وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلهي سبحانه وتعالى كلمات بقى إبراهيم وإذ وقته إلهي وابتلي إبراهيم بكلمات فأتمهن إلهي محور سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما وحان ضدك كاقي يليا إمام فهو موصوف الآن بالإمامة الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون إماما الإمام المقتدى به ومد لغض إذن كادقين هرمود هرمود لغض إذن أيان كادقين إذن قصدي سوحان كده حركة دورنا إن شاء الله تعالى
oo aynu ka faa'iideysan doonaa inuu ahaa shakhsi hormuuda sallallahu alayhi salaatu wasalaam oo lagu daydo oo waddadiisa la maray inuu ahaa. إلهي سبحانه وتعالى وكنت المامي كتاب كيسا ولذلك أيا إلهي سبحانه وتعالى تلمامك للسينية وكل رن تلمانتاس ويقوه الرئيسه إنه حنيفا إنه حنيفا إمام نمدي السنة دي قرآن كباب قرية أننا على أمرية أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بالله وكان حنيفا صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. حنيفا محلول الجيدة حنيفا محلول الجيدة أنه كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى ومائلا عن الشرك يوحل على وحي مع سياه ونمنين كجنجيروها ونجنجير إلهي سبحانه وتعالى. كلمة الأحنف لغة وحيي لهذا والحنيف المائل كوي لغها قلقلوعة أما هكفها أي الله استعمالا أحنف الرجلين معناها لغات اسكسو هرجيدو ايو ليه. ولذلك ايا النبي عليه الصلاه والسلام وحو كو اعلانين جري ارنتاس ان راعي امام كاس ابراهيم عليه السلام من الذي سي حنيفيده اهيد الهي سبحانه وتعالى وديس كو توسنيد وحو كو اعلانين جري اذكارت الصباح ايو كو اعلانين جري النبي عليه الصلاه والسلام سيده صورني امام احمد رضي الله عنه في مسنده من حديث عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه إن النبي أورنجري صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وحن كوا بريسني فطرة إسلامك أي نكوا بريسني يتوحيدك إلهي سبحانه وتعالى وعلى كلمة الإخلاص وحن كوا بريسني كدلوا بريسني كلمة إخلاصك وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين كوا بريسني وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انظروا واغمركوا بريو وحقوه الرئيو بعد صلاة إله سبحانه وتعالى مركوا تكذو وأذكرت دبر صلاة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام وحاسوا إساقوا أفلينيو آيات إله سبحانه وتعالى اتبع ملة إبراهيم حنيفا إساقوا أفلينيو أي أرور الإعلان جري النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أو مارت إلهي سبحانه وتعالى ذات كمسلمين تأنا بري مؤمنين تأرور بإن أي رهذان أصبحنا على فطرة الإسلام وحين كوا بريسني فطرة الإسلام ك وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام إلهي وحكوس فينيا أمة إبراهيم وها عليه السلام إنه أمها الأمة وحي رهدين علماء صفاتها وأنك أيكو كلنت خسار الخير كي أو أن أيكو كل من دتكو أيل هاين بني آدم كصفك استو خيرية أو لغو صفيه قفك أيكو كل من فأصبح في فرده أيو مجموع يكو تفرق صرا خسار كي خيرها كو تفرق صرا بشرك إلى قفر ما يسترن مجري أيا استغى السجو يمد عليه الصلاة والسلام كان أمه مركة أمه أيها إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه وحده ما تفرق في الأمة كلها من خصال الخير أمده وحكو كلفر الرقصراء أو خصال الخير أيا السجو يمد عليه السلام إلهي صفات أمانتا أيو الصينية أو نن لما يسترن بوها نن لما يسترن بني آدم كا واحد لما يستره الله بقضب بعلمه ذي رهذان واحد لما يستره إنسان نمديسة الله بقضب بعد لما يستره كامل كبوحي قفك الله بدأ قضب وحاوي قف إنه يقف نمديسة لما يستره انتهى إرادة ديسة إساقه له ويقف قوة الإرادة له إنه يهي سيوح أفليه خيرا خسالك خير كهانا ستة وقضب قضب كاللبات إنه يقف مارتدا بصيرة أو بصيرة له. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار أي أولو قوة بيئها في شخصيتهم والأبصار. ولذلك استفاد أمة مركل الليه حقيقة خصال كان أو لن يكتر جميعا شخصية إبراهيم عليه السلام إلهي وحب الليه أو كسفين يا إبراهيم قانتا إنوها لله سبحانه وتعالى
القانت وقفك واحد المطيعة ملازم لطاعة لطاعة الله سبحانه وتعالى مركز تانو لشيسة حيث ما كان إيوه زمنا ومكانا مال والبوء وجوه زمن كستو جوجبا وقف مطيعا دائما لله سبحانه قانتا لله سبحانه وتعالى أي مطيعا ملازما لطاعته سبحانه وتعالى إلهي وحكس فينيا إنو أها حليم أواها إنو أها إلهي كس فينيا الحليم وحل هذا أي علماء ذو كم معنيا إنو أها إنو يهقفك أي سن عرضيس استفزاس أما عرض لقى عريسي إنسان باتهي wax badan oo ka caraysiya ka hor imanayo nolosha inta aad joogto een xaq iyo baatil ba qof la tasfizu al-ghadab la yastafizu al-ghadab aradu istifzazin baad al-ulama waxa la dhiyo akhiru al-uquba wa qofka intiqamki uquubada dib u dhiga markii uu wax qoonsado aad iyo aad ama an naftiisa han yiraa oo aan si degdeg ah aradul ficligiisu sariica oo san ahayn we walidalika wa ودمايسترنانتي أن شيغي إنه كان أمة اللي شيغي أي تفاصيل كمدة هدنا لغو أمانيا وأي كمته أنه إنه كان حليما إنه وها عليه السلام أوه بو أهاؤه رحيم القلب بو أها ننوح أها قلب يسو آد يآد وقد بعسيه بو أها معاني فربال ما كلمة الأوه لغو تلمامه أصل أهان كلمة السيدة قاموسك وقريه زبيدي وكاليتو wuxuu leeyahay kalimaadka tajawu marta wajju ay kamid tahay qofku marti markuu wax dhibsado ama xanuunsado iyo waxa lamidka ah ilaa 22 kalimo way oo marta aahin iyo marta awaah iyo awataah iyo wixii lamid ah ama dhanka kale qofku waxa uu jeclaado qalbigiisa raaco naftirkooda marti waahin kam u xubiko oo kale isoo qaadanaya ala kulli hal kalimada macnaheeda quruxda badan mufassiriintu ay yiraahdaan waxa weeye inuu aha قف قلبي وناكسن أو مارتي إن إلهي سبحانه وتعالى أقلبي دبعسن أو قلبي الرحيم له وها يا خلقي جبا أقلبي دبعسن بوها أيها الإخوة منيب بوها عليه السلام إبراهيم صفات كسر وحنوت المامية هذا هو مركن قصيدي الشيخنا وحناص وبيح الدانه قف كويهي أو كسفيسيه إلهي مارتي سيابك للدون قرآن كأوت المامي waxa kamid inuu aha maratay nin alayhi salaam munibahu ilahi subhanahu wa ta'ala ay anaba wa rajaa ila allahi subhanahu wa ta'ala huwa ala irada kalimada munibku waxa weeyaan in ilahi subhanahu wa ta'ala usoo laabto ayuu aha hadaan fahannay marka ibraahim min khilal sifatihi allati waradat fi kitabillahi hadaan ka soo qaadanay qayb kamida oo aynu fahannay ninka uu aha bal aynu yara tilmaano ibraahim alayhi salaam qisadiisi thumma ba'd dhalika aynu insha Allahu ta'ala kala dhaxbaxno wixii ibraah oo ku jira oo qofka muslimka ahi uu ka faa'iideysanayo ibraahim alayhi salaam waxa uu ku dhashay ama uu ku dhaxdhashay boqortooyadii baabilka la oran jiray dhulkan ciiraaq ila shaam soo gaaraysay raadadkeedina wax ay ka dambeeyaan ayuu ku dhashay alayhi salaam wuxuu qabay islaam la yiraahdo saara maarati alayhi salaam oo mu'minada isaga iyo iyada kali aha iimaan laha sida ay riwaayadaha qaar kood sheegayaan marka ay masalan ay tagaan dhulka maarati masalan kale marka ay tagaan sida ay oranaysaa iyaduba aabihi wuxuu aha qofka bani aadamka ah نبي إله سبحانه وتعالى جري لجد لي أبيه أيوه أها جري لجب السماء يو دتك ودحد جرا أصنامت عبودين أبيه بعض العلماء أدرك أسبوع أها ينن كريب وأها يحب كرد ولدها لكن رمت سيدا عن سلاه والراجحة وهو أها أبيه معايا لي ولو أصل لفظ جا كعدين يا أبتي مركو لي هاي هدنا السياق القرآني جاء وهو عدينا يا إنه وضعه ماركتي إنه أبيه أها وهو كل أحد قمي بتكاس أصنام تعبد جري وحد نك كل جرب كوهي كان عانيين أيقونا قرحة يديها عبودة نك كلام مصر أو أصنام فرعون وجوه إلهي شيء جنايو
ayaa isaguna sidoo kaleeto dhinaca ku hayay dhulkii uu deganaa Ibraahim calayhi salaam. Dacwadii ugu horreysay ee uu bilaabay Ibraahim calayhi salaam sida qur-aanku uu sheegayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayo wuxuu ku bilaabay aabbihii, wuxuu ku bilaabay aabbihii oo daa'iman qofka muslimka ah dacwadiisu waxay ka bilaabataa qoyskiisa. Falaqrabu thumma alaqrabu thumma alaqrab ilaa mujtamac intiisa kale nebi muxammedna calayhi salaatu wasalaam. Walidaalika cibrada ugu horreysoo laga faa'iideysanayo dacwada iyo khayrka aad rabto waa inaad ka bilowdo qoyskaaga, sida markaa ka bacdi lagu kala xigo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tii la amray waandir cashiirataka alaqrabiin la yidhi awal maa nazala calayhi sala allahu calayhi wasalam bacda iqra iyo mudathir waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam la tilmaamay. Markii dacwadii caamka ahayd la yidhi qum fa andir la yidhi, kadib waxaa nebiga la amray calayhi salaatu wasalaam inuu qoyskiisa u digo. waa ta ogtihiin oo axaadiisa ay ku sugnayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu buur dheer fuulay oo uu qayliyey oo qoyskiisii qof qof ugu yeeray ilaa gabadhiisii, yaa faatimatu binti rasuulillah sariinii min maalin maa shi'it, waxaad doontay warsoo maalkayga ah, laa ugni canki min allaahi shay'a, ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kaagama deeqi karo. Yacni dacwadiisii wuxuu ka bilaabay marka Ibraahim calayhi salaam aabbihii buu ka bilaabay. wadkur fi lkitaabi ibraahima innahu kaana sidiiqa nabiya id qaala liabiihi yaa abat. Siyaaqaadka kale qur'aaniga ah aabbihiis waxaa lagu larayaa qoomkiisii, laakiin hadda meesha tan ilaahay wuxuu noo sheegaya subxaanahu wa tacaala in aabbihii uu ka bilaabo aabbihii uu la hadlay oo uu yidhi yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shay'a, aabow maxaad u caabudaysaa waxaan waxba maqlin waxba arag wax kuu deeqayn oon waxba kuu tarayn. Qur-aankuna wuxuu xusay muxaawaradii iyo doodii iyo mujaadaladii dhex martay isaga iyo aabbihii dhex martay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka meelo kala duwan ku xusay subxaanahu wa tacaala yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam yatika fattabicnii ahdika siraatan sawiya baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala. oo cajiib waxaa ah khitaabka uu ku bilaabayo waxa uu rumaysan yahay oo ah inuu aqoon ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala, caqiide saxa inuu haysto, aabbihii inuu baadi ku sugan yahay, aqoonan aabbihii gaarin inuu asagu haysto, ma gelinin inuu ka tago usuushii iyo calaaqadii dhex taallay isagii aabbihii, aabbihii odaya oo dhalay oo ka weyn. Daa'imanna qofku markuu wax raba inuu sheego usuushii ijtimaaciga ah isagoon ka tegin ayuu khayrka gudbin karaa, oo waxa aad og tahay oo xaqa ah iyo aqoonta aad leedahay inaysan ku gelinin takabbur, ama aysan ku gelinin inay fool xumayso qofkii kale, inaysan ku gelinin ayaa cibrada ugu horreysa runtii laga qaadanayaa. Yaa abati xuquuqda isku lahaayeen buu marka ugu horreysa sugayaa. Yaa abati buu leeyahay, waa dhihi karay isagoo ka ambaqaadayo aabbihii waxa uu ku ogyahay oo xumaana, isagoo ka ambaqaadayo waxa isaga ilaahay siiyey, waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey, qad jaa'anii min alcilmi maa lam yatika, waxaa ii yimid cilmi adigu aadan helin. Intaa ka ambaqaado odayahow xaqa qaado waa dhihi karay, odayahow wax ma ogide xaqa qaado waa dhihi karay, laakiin ma oranin calayhi salaam, ma oranin. Waxa uu yaa abati aabahayo waxaa ii yimid waxaadan adiga kuu iman baa ii yimid aniga, waxaadan adiga kuu iman baa aniga ii yimid oo ilaahay isiiyey subxaanahu wa tacaala. Waa cilmi, cilmiga nubuwada weeye iyo xikmadeedii ee iraac aan kugu hagoon kugu toosiyo waddadii qumanayd oo toosanayd. Laakiin aabbihii sida caadada ah tajribada taariikhiga ana bini aadamka ku bartay, qofku bay'ada uu ku dhex jiro xaqaa'iq bay u abuurtaa. alinsaanu ibnu bay'atihi, hadduusan helin wax ka hagaajiyo ka toosiyo, odagu waxa uu la yaabay wiilkan yar oo isaga leh ahdika siraatan sawiya leh waddo toosan kugu hanuuninaya ayuu la yaabay. araaqibun anta can aalihati yaa ibraahim, ma ilaahyadaydii baad colaysatood ka jeesatay, yaa ibraahim haddaadan ka istaagin, lain lam tantahi buu yidhi, haddaadan ka joogsan arrintaas oo aadan ka laabanin waa ku eryayaa buu yidhi, la arjumannak
وهجرني مليا ان اودغو waxay kaga dhagan tahay maslaxada nin caana oo magaalada laga yaqaan oo asnaamta sameeyo lagu weyneeyo ilaahayda dadku ay caabudayaan ba ninka sameeyo weey farsamo iyo xikmad ka dambeyso ma ay jirto hadda ogti dadka aartiga sameeyo sida bakaasi ku la midka ah ama sameen jiray maana een fanqooq midkii dhig jiray holodeeska ah iyo ku la midka ah aadanu soo ma weyneeyaan bad waxa ma aysan sameeyin darbiyada wax ku sharsharreen marku aadanu munxarif yahay fama baalukum kuwaas ka horeeyay ee ilaahnimo u caabudiyo kuwan oo haddana waxba ka dhax aragnaa oo jaanib macnaha falsafi ah maartay ku dhisay shayga ayaa sidaas u qiimeynaya qofka wax sawiray fama baalukum nin caqiide u rumaysan wixii uu sameeyey waxaad rumaysneed ilaah rumaysan ninka sameynayo nin marka marmuuqa oo mala maartay bulshadaas ka mid ah iyo madaxweyntoodu ahaa umay fududeen marka inuu wiilkan yar warkiisa uu dhageysto uma aysan fududeen wahjurni maliyan buur laakiin ibraahim alayhi salaam akhlaaq aad iyo aad u sarreyso ayuu ku ugu jawaabay akhlaaqdaas oo runtii cibro ah iyaduna khaasatan qofka raba qof kale inuu khayr u sheego cibro u ah khaasatan u ah insaan baynu nahay mar xataa muslimiinta caadiga adigoon waxbaba sheegayn ayaa dadku wax idan dhex mari karaan qofku hadalan adiga ku qaban oo laa'iqaha ka soo laaban karo adoo adigu wanaag u socday soo ma dhacda marar farba adigoo wanaag adigu raadinayay oo si saxa u socday qofka kale faham xumo asaga ku jirta awgeed ama war hore u horeeyo musbaqa oo madaxiisa ku qufulaa inay wax khaldan ka soo laabtaan oo wax dhaco jawaabtiisu marka daa'iman waa sida tan weyn salaamu calayk maana xaggayga xumaani kaaga imaan mayso weyn xaggaygu adaa iyo darar kaaga iman mayo weyn amni iyo nabadgelyaad iga helaysaa weyn salaamu calayk nabadgelyaad dushaada ah xaggayga wax kaaga iman maayaan iburi iyo eri ila dagaal hadalka fooshaxun ku hadal daa'imanna qur-aankuna waa nagu boorinayaa arrintaa dhanka kale oo waidaa khaatabahum uljaahiluuna qaaluu salaama nabadgelyo salaantaa la leeyahay qowl lagama wado waa inaad ficlan qofka xumaanta ku kacay ama hadalka aan laa'iq ahayn sameeyey ama laqwiga maaragtay ku dhaqmay inaad xaggaaga inuu ka nabadgalo weye macnaha qowl xun iyo adaa kale iyo ficil xun midna inuu ka nabadgalo weye marka salaamun calayka saastakfiru laka rabbii jaanibkan marka isagay ku qaastaa ibraahim calayhi salaam oo aabbihiiba u dhimrinayaa oo cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay weyninkiisa ayuu leeyahay aabbahayow ilaahay baan kaaga dembi dhaaf dalbaya innahu kaana bii xafiya eebbahay aniga subxaanahu watacaala wuxuu ii ahaa latiif buu ii ahaa xafiyan buu ii ahaa subxaanahu watacaala mid ii turo buu ahaa subxaanahu watacaala waana idinka tegayaa anigu waactaziluku wamaa tadcuuna min duuni illah waa idinka tegayaa idinkii waxa aad caabudaysaan alla sokodii subxaanahu watacaala ilaahay baan baryaa subxaanahu watacaala anigu waxay u badan tahay inaanan ku qasaarin ku dhurdaroobin alla subxaanahu watacaala casaa anla akuuna biducaai rabbii shaqiya inaanan ku nasiib daraan oon ku dhurdaroobin ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisay u badan tahay iyo cibaadadiisa subxaanahu watacaala ibraahim calayhi salaam dacwadaas kadib aabbihii waa ka diiday waa la dagaalamay waa eriyey waa collaystay isaguna jawaabtaasuu siiyey waa u dambi dhaaf dalbay laakiin markii uu caddaaday sida ilaahay leeyay qur-aanka subxaanahu watacaala wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabihi ilaa can mawcidatin wacadaha yabah unbay ahayd isagu uu yidhi laakiin marka u caddaaday falamaa tabayna lahu annahu caduwun lilah tabara'a minhu ina ibraahima sifadiiba hadda la siinaya la awaahun xaliim waawaahu waayo raxiimu mataqaana raxiimu lqalbi waayo waxaanoo dhan waxay ka keenayo qalbi wanaag ku jiray buu ahaa raxiimu lqalbi buu ahaa xaliim ah oo aan ku degdegin cuquubada iyo cidda isaga ku xadgudubto ama sida qaladkaa u hadashay ama u dhaqanto nimaan ku degdegin buu ahaa yuakhiru lcuquubata sifadii say meeshaan ugu fadhida ma aragtaan hadda qisadii marka lasoo sardiyey ayaa labadii sifo innahu awaahun xaliim la yidhi dhinac aabbanimadii iyo qaraabanimadii shucuur baa ugu jira oo ma rabo qofkan inuu halaagsamo qofku u yeerayo inuu wax noqdo ma rabo saastakfiru laka rabbii buu leeyahay dhinac falka xunuu ku samaynayo araaqibun anta can aalihatida uu leeyahay iyo waa ku eryayaa iyo waa kula dirirayaada iyo waa ku dhagaxyaynayaada iga fogowda
سلام عليكم لي حليم وي إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام مؤرخين تا وحلين كتجس وكتجي هل كا دبوا أصول الله من دونه أو هذا الله رحمه دونه فربنا أسرق يقوم كيسي أسرق النمرود قرآن كتفاصيل تفاصيل كما بحنا يو ترتيبك ترتيبك لكن مؤرخين تو يكون اجتهادا إن أيه ترتيبيا أو تاسع تاكه الرئيسي أو تاسع تاكه الدنبيسي وقصاص قرطة سيئيد إن أيه رهدا مركا وحا إبراهيم وحا إيم هذا ورغد يو تايم كماشان قصص كان هاي النوع يو سواد لكمان مركوان وزوكو بيها دولا هاي إدبو أدو إلى هذا، أنا كفى سنة أختي أنا سكودي إنها أدو إلى هذا، يصدم وي سنة تمن تغير هذا أمريكا إبراهيم أضرب كل جرد يعني كسو قاضي يا أمريكا مجلية قصة كلا عليه السلام إبراهيم ذا كجرتو إبراهيم عليه السلام إبراهيم قلدي سيب الله هذلي قلدي سيب مركو الله هذلي والله دجال من وديدين een waa culadiyeen maalmaha maalmaha kamida iyadoo ciid u tahay dadkiisi fanaadara nadratan fi nujum faqala inni saqim asagu rabaa inuu ka haro iyaga waxa uu eegay kelimada hadii lafdiga daahir sidoo yahay loo dhoofanada nadratan fi nujum way laakiin culimadu waxay leeyihiin macnaha laga wada waxay ahayd oo carabtuna u isticmaalanay dadka luqawiinta ah oo laga wada ereyga kani uu fikiray macnaa uu fikiray xeelad uu kaga haro ku fikiray way cirku fiiri sida dad Soomaalidu qof markii qof kale uu maartay wax uu ka filayay intuu ugu yimaado uu qofku tajaahulo hebel waxaas aan ugu imido waa isku ogeyno saas ay ahdo cirku ii fiiri soo lama yiraado cirku ii fiiri macnaheeda marka ma aha cirka caadiga inuu fiiriyo wuxuu ka wada tajaahulani ولذلك لفظاً وحي علمات الله يعني هو فكري عليه السلام حيلت وكجهر وكفكري وحويري أما ظاهر بعرك وفيريبا سوء سليل الربيعون مارت اللي ما كان صدافيه فقال إني سقيم أنا واجرنه معلول بناهي عذر كطاعون كلا ده وعذر الدلاجة هواجس واحد دواء على اللهم بدك مركز جيرنا سوء دواء وأقول أيا كجب قيام بالليل هذا waa iska daayeen markuu warkaa yiri markay ciidoodi aadeen aslaanta ay caabudeen buu yimid waa burburiyay fajaalahum judadan ba ilaahi subhanahu wa ta'ala hutaman bukayl subhanahu alayhi salaam waliba waa la khitaabay asnaamti ala tantu wixii horyaalay cuntadii hortaalay ala taakulun ما لكم لا تنطقون ما عنتوا على الهر دغه دا الهيتين حداد الهيتين لماذا لا تاكلون ما لكم لا تنطقون ما حنا وهاد لينين ولا مسنتين فراغ عليهم ضربا باليمين اي فذهب يضربهم وبربري فجعلهم جذاذا سيد الله سبحانه وتعالى في سوره الانبياء وكليه حطام بوكية لو بربريي إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون هل سنم أو وين أيو صور ريبي بل سي أي لعلهم يرجعون بل دكينا حقرتان وإله أسوى الله بتان سبحانه وتعالى لعلهم إليه يرجعون إن أسوى الله بتان أو يفهمان وحي حكمة ما يشعب كجرته ولبا مسارتي أيو قربك أسري بالليري سنبكي وينا أوحو يري سنبكي وينا ما وحو كم سيري إلى هيد يري رايو اللي لو وذاقي وكم سيري ساو سيقى بربريب وحو ربا كومن سنسي بني آذو فهمي كرو محايا بدكو هنتين عادي قام حتى وذاقي يدا كوني بلم إله نبدأ إلا وذاقنا أعرف فضد ماها ولذلك إله الله سبحانه وتعالى هدي
إله إلهية إثنين أجير لهاين إذا لذهب كل إله مما خلق إله كستا وحلت إله وح أبورتي السورة ربك إنه درنسيو إن الإله يدو فربنا نكرم وحنا إسن حقيقة هين أيوة سمعي والير يا أبدي بحال كان أسري وحنا مرت أنه غارة مرت إلا لعبوا الصغار كان كويركة أيوة لا لعبوا وصل لابتين وحير هذا من فعل هذا بآلهتنا وريها وحنا كسمي إله يدي إله يدي يا سيدة كسمي إنه لمن الظالمين قف كسمي وقف نوجود فلي أن ظلمي أظالم هو يحمن وبرريوي أيوة إصلاح الله وحير هذا وحير إنه مقلي ويل حصيو وعبينيو وحكشك شيليو أيه إنه مقلول اللي يراد إبراهيم كحصي عب يدل دلال يقاصر نمو كشيليو ولو يمد إبراهيم عليه السلام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إبراهيم ما أديك سنة كسمي إلى هذه بالير إبراهيم وحير بل فعله كبيرهم هذا كان تمرد أيام بدر جروين تؤسر عن قربك كان بربوري أو كم سير كوير يا ربي أن استجار كحنا فسألهم إن كانوا ينطقون وكجن مرك هذا الكلام وكجن هذا الرون معها سركاز مكوسة ما يرى وحليه ويدي استجار هدوب الفهم أي وركاز إن كانوا ينطقون فسألوهم ويدي محل وقال كوي ببغتي ولا لاي يكلاي بل ويدي بحا دبيك على قلان محيطه إن كانوا ينطقون ويؤجين إن يستن هدلين لكن بشركم مركو رميو نفتي سوحي التبرير إن يساو حيابه حتى عقلي إلهي أترى قال سبحانه وتعالى وسن قادي كريم بكو قصبيا إن قاضه فرجعوا إلى أنفسهم وأسكوا لابتين أيجب أسعرانتي وروا خلدنتين بيرهدين وأسعيدين إنكم أنتم ظالمون بيدهن إنكم أنتم ظالمون تا إسعيدنتي إسعيدين ما هني فهمين بعلماء دولة إني فهمين عبادة دولة إني خلطتها إنا تكتكتان وبلا وردية كتكتان إنا الله إعلانين الله دورين إنكم ظالمون إذا كاقوات فلو حد قد بي أخلط اسمي ساسا علوماته قارئ كفسران حيره أي كل عين منك وكوارين إبراهيم محيق عن سدان إنه يسكد عيان محايا لي وحق كلها ضليه ما يعابين كران أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون بلي ما عابين كران كما جوابي كران وروحا وحما مقلان وروح ما أركان مين نوح قرنين أفباتهم إذن كي واحد عابوذي سامبا مين عقل قادرين وح قرنين وحير هذين أينو عقابنا أو نسكدعنا واحد لسان اسمه وين قد وين بيقولن ابن الله بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وحي لما قين أو اللدمعين نقر يهجر دامه لكن الله سبحانه وتعالى أيجب هو اسمري أدلوي وكيد كودي نقر تودي كدني أحمد هو سيسو وأن حركات يهرقع منا أن سمين أي الله كذلك سبحانه وتعالى وحير هذه القبة حرقوه وشهبر وعدا وانصروا آلهتكم وقرقار إلهي ديننا إن كنتم فاعلين هذا الدقل الذي هنا كلاوي ماشان إن كنتم فاعلين تان وقبة موه وإلهي دين وقرقار إن كنتم فاعلين هذا نقل هذه هو هذا ضح وحجرنا هذا ضح كمان كرتان هذا ضح كرتان وضح وعلي عن كرتان وي إن كنتم فاعلين إله سبحانه وتعالى وهو إسلام آخر آية كلها
إلهي إنه كذي إني خسارين أو يكون قل درستين فلكي أي كلك عين عليه السلام قصص إبراهيم قصص كسوي بدين قصة الذبيحة والكسي عليه السلام إسماعيلها قصة سارة قصة سجي المرود قصة سجي غير حران متقن حدقها مارتي إله سبحانه وتعالى مركي صباحاً بحدقتي أما قرحة أما ضيع قرانكم مالك للدول أي كتل مامية قصة متقن قواعد كي استاجي مكو كل ذلك وقت جيكم مساء معيو لكن قصة هذا إنه شجني أسقي عدو إله سبحانه وتعالى مشركين تسهر استاجين محل غفا إذا سنيا وحل غفا إذا سنيا أولا قفكم إنه حق قوات كذا ولو مهلكتي سهكون جرتين إن حق وسقف كت زعزعين ولو مهلكتي سهكون جرتين إبراهيم عليه السلام إلا دليله بعد سيدا أيوة كنت لقلين لكن إلهي بدبادينه سبحانه وتعالى ونارتي دبك إيقليين إلهي با أمريو إن أي نقطه بردن وسلاما قبو يبدبادينه بدقليو إن أي نقطه إلهي أمريو سبحانه وتعالى لكن أيوه هم مريبا أيوه وهم مريبا وحكى له أولا قفا إذا سنيا توكلك إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إلا تلصارته إن أي وحو وينتهي وإلهي سبحانه وتعالى مركو تلصارته وكل صورة هذه إلهي وابد بادي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ابن عباس وحليه أبو عالية هدي إلهي أسنصار لهن وسلاما أقول لها أصليه لهن الله سبحانه وتعالى برد نفس الكيسة أيادل لها برد المرك اللي يري وسلاما على الرعي وسلاما أي الرعي توكل كيسيبنا كيمت عليه السلام أو إلهي متلصارتي سبحانه وتعالى ولذلك وتو مرتي لها ابن عباس رضي الله عنه إبراهيم عليه السلام مركي دبك الورد حين ألقي في النار وحي حسبي الله ونعم الوكيل مركي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرين الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ليرين ولعب سجلي حسبنا الله ونعم الوكيل أيوري محمد صلى الله عليه وسلم وحال غفا إذا سنيا إبراهيم قصديسة براءة قفك مسلم كأه إنه واضح المبدأ يهي مبدأ إنه واضح يهي إن أد واضح تهي دائما أصوى إذن كوكس غبا إلهي سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة إبراهيم عليه السلام مركي أويري أبيه يقوله زكويري إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إذن حمانت دائما أنت اللي أكتهيبات كبري نغنيسا طبعا مدو حال كبري نغنيا براء كفري يا مسلم تيو نحيسيا مد قفك اللوئة بنيو اللوغو عقل علينيو بها اللي كبري نغنيا عبر قفك اللوغة الرب مد الدين تهذا كو إلى السنيسو تتبرأ منه لتحمي دينك سادين تهذا أنه أرطه أدو حفظه أياد كبري نقونيسا خاصة مركي اللقاب بذيه وأدو أدو حبق بانكرين أدو قفك هذا براء أدو أد كبري نقوة أم هجرة أد كهجروتي أدو قفك حبق بانكرين أي كاب بذنته شرطه لكن وانا شرطه ما أنا عزلك سمي ستقبع دوي أيها الإخوة مركا تاسا اللقاب فإيسان يرنتي وقيمة بذن waxa kale laga faa'iideysanaya sifadka aan hadda tilmaamay oo idil ayaa laga faa'iideysanaya oo qofnimada kaamilka ah waad ogtihiin oo nabiga kaleey salaatu wasalaam inama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaaq bulaha waxa la isoo diray inaan dhameystiro akhlaaqdeeda wanaagsan sifadka hadda aan sheegayno in Ibraahim ku sifaysan wado akhlaaqdu weey inahu haliim inahu awaah inahu muniib ilaahi ulay subhanahu wa ta'ala wa sifad kulligood qofka muslimka laga rabo xilmigi baa laga raba yaanaadkii iyo madka xasloonidii kaasashadii baa laga raba Allah istifsa kal qadab arad u leeyso marti ku istifsaasin oo isan ku arinin baa laga raba oo dulqaad ad leedahay sabar waxa laga raba in qalbi wanaagsan tahay oo qalbi raxiim ad leedahay laga raba waxa laga raba Allah u laabasho أن تكون قانتا لله إلا تهي قانت ولو أمر يابا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي مطيعين له سبحانه وتعالى دائما
maartay inaad ilaahay tahay qof mulaazim litaacatihi inaad tahay waa laga rabaa waa ciberka laga qaadanayo inaad oo aad raadid inaad qof weyn oo mataqaana raadinayo inay ku dhammaystirmaan khisaalkii khayrka ahaa ee bashar ku tafaruqsana oo dhan inaad noqoto waa laga rabaa oo aad raadiso beegsato daa'iman saqafka akhlaaqda inuu kuu noqdo shayga aad hiigsanayso oo aad ku dhaqmayso inuu noqdo dacwadii baa laga faa'iidaysanayaa iyo sida loo gudbinayo inaysan ahayn qofka aad dacwada u gudbinayso qof aad ishaysaan oo adiga isagu xoolo kala dhacdeen ama xumaan idin dhex taallo ma aha waa qof aad khayr ugu yeelayso iyo naxariis ilaahay naxariistii ilaahay la soo diray muxamed sallallahu calayhi wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baad qofka ugu yeelaysaa macnaheedu ma aha qof aad iscadaawaysateen oo ay wax idin dhex mareen ma aha ma ay aha marka sidaa awgeed inaadan dhuminin calaaqadii hadday jirtay xataa calaaqo bulsho oo qofkaas idin dhex taalay mid raximnimo mid qaraabnimo kasii sokaysa mid aabanimo iyo waalidnimo mid ka qofkaa daaweyn intuba waxaa laga rabaa inaad marto waddadii ay lahayd xaqu u lahaa inaad u martaa laga rabaa inaadan isku cajabinin ibraahim sidaan hadda sheegay waxaad arkayseen ibraahim calayhi salaam oo sheeganayo malaha idicaa waa arrin sugan oo waxyi min allaahi subxaanahu watacaala xaqiiqadaas ah cilmiga uu leeyahay idicaa ma aha hadda ogaada annaga mararka qaarkood qofku waxa uu sheeganayo oo uu rabo qof kale inuu sheego oo uguba xanaaqsan yahay inaysanba dhammaystirneyn baa laga yaabaa cilmi ahaanba laakiin ibraahim isagoo u dhammaystiran tahay oo ilaahay u xaqiijiyey cilmiga bu wuxuu leeyahay yaa abati leeyahay oo dadkiisa u dhimrinaya adigu wax yaroo ku galay ayuha alakh walakht haddii ka waran aad la faradullayso oo dadko dhan aad ku dardarto oo dhibaato aad ku abuurto waa mushkilo ayuha alikhwa qisatu ibraahim iyo cibarka ku jiro way fara badan yihiin waana runtii markii horaan dareensanaa inaan qisasko dhan ka sheekayn karin waxaan ku soo koobay sifaatka in laga fahmo waxa laga qaadanayo ululcazmi buuna ahaa ibraahim calayhi salaam هذا وبالله توفيق والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفر دقيقة قدر صغير وقتي الله يقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأى لها أهلا ولا لها ما ملك بسم الله جزاه الله خير إن شاء الله تعالى شيخ محمد إلى توكل إكسبرس وشركات له قبرات كبداً لباتن سنة وحي بحساء أذيك أفر لباتن ساعة دبقة توكل أذيجيذي ذو حاك كميد أه أونلاين ماني ترانسفير إي توكل موبايل ماني ترانسفير إيو أمانو إي توكل ماني سيرفيسيس وأذيج عسوب أو كو سهليا إنا التليفون كاغا كدر ستيد لعقها أذيج أو جوغا ميل واليبا أكاونك إي توكل وحا أو كو سهليا إنا لعقها كا استعماشي التليفون كاغا ميل والبا أذيج أو جوغا حفيز دنبي أباهن ميسيد إنا تبوقتي إي توكل أكاون وحاك لأو كو سهليا إنا تكلاس عدتد ديوانك لعقه أبرتي أما سألغو صدري مروالبا هموغان أذيق إي توكل ألو مقصودي توقو إي توكل دات كام توكل أمانو سوماليا وأذيق لأو أد ديغان كرتد لعقها أذيقو استعماليا كارنت أكاون سيفن أكاون يا جاك بوك انتظا توكل إكسبرس وحا إسيحو غن أغا هولغشا نورد أمريكا يوروب أستراليا إنديا تشاينا ميدل إيست أفريكا إيا سوماليا توكل إكسبرس هذا أوديو هذا هبحسي هذا الآن